لأطفال نستهم الفرحة ولأطفال لم تتذكرهم سوى الشمس، شمس الطرقات. لهذا السبب أطلق مشروع سيار بالتعاون مع فرق تطوعية اليوم العالمي لأبناء الشمس، لتكون فعالية سنوية لتذكير المجتمع بهذه الفئات. مشروع سيار مهتم بأطفال المهمشين المعرضين للخطر يلي بضلوا بالطريق، حاولت أدمع فيها سيارة ضوي على هدول الأطفال المهمشين لحتى أدمع فينا العالم تحاول يعني تعطف عليهم ولو بكلمة أو نظرة. السيار هو للصراحة ما عاد تطوع، هو صار قضية المتطوعين هن مآمنين فيها لحتى نحاول نوصل قد ما فينا هالفكرة للعالم. الهدف الصغير تبعه هو ترفيه وتنشيط الأولاد وأنه نعمل لهم هالألعاب البسيطة، بس الهدف الأبعد أنه نسلط الضوء على هدول الفئة المهمشة من العالم. النتيجة كتير واضحة وكتير عم نلاحظ فرق يعني على الأولاد، كل يوم عم يزيد عددهم، كل مالهم عم يكتروا، والأهم من هيك أنه نحن عنا قسم تعليمي، فالولاد عم يجوا لعنا أميين، عم يطلعوا من عنا ملتحقين بمنهاج في أبا مع اليونيسيف، فهذا الشيء عم يأثر كثير عليهم. صمنا الوجه ونكيفنا، لعبنا وصمنا ورسمنا ورأسنا. شكرا. الفعالية انطلقت في عدة مراكز في دمشق وفي نفس التوقيت في عدة محافظات. كاميرا الأخبارية رصدت أجواء الفعالية من مساكن برزة إلى حديقة المدفع. الهدف الأساسي من الفعالية أنه نضوي على موضوع مشكلة عمالة الأطفال والتسول للأطفال المشردين والمهمشين. هلأ نحنا صدقا ما بدنا يكون هو بس نهار ترفيهي إلون وبعدين خلاص ينتهي الموضوع، نحنا بدنا عن جد نلاقي دعم حتى هدول الأطفال يعني بعد فترة يرجعوا على المدارس يتركوا موضوع التسول، ممكن مثلا يلتقى لهم منهاج خاص فيهم. هي مبادرة كتير مهمة لأنه هدول الأطفال هن جزء من المجتمع وهن بيقدروا يكونوا عناصر فعالة ببلدنا بس بشوية عناية وبشوية رعاية واهتمام من المجتمع الأهلي أو حتى من الجهات المعنية. فمن هذا المنطلق نحن لقينا من أهمية هاي المبادرة، نحن وجودنا صار ضروري فيها لأنه هي مبادرة مهمة بالحياة ونحن لقينا لنا دور أنه نتواجد. هلأ نحن اليوم نحن مشاركين بالحضور ولكن كل التجهيز والتحضيرات هي لبعض الفرق المشاركة واللي منها سيئة. أنشطة تفاعلية وترفيهية ربما استطاعت أن تلفت نظر المجتمع لشريحة من الأطفال ليلقوا اهتماما أكبر على طريق إيجاد الحلول لدعمهم ومد يد العون لهم. للإخبارية السورية من دمشق، سلمى عودة.